لسه اكيد كلامنا عن نادي الزمالك ومشاركه نادي الزمالك في البطوله العربيه مهم جدا ولسه مستمر، وعشان كده هنطلع سريعا للاستاذ محمد مطاوع الصحفي المرافق لبعثه نادي الزمالك المتواجد دلوقتي في السعوديه والصحفي في موقع رياضه 24 عشان يكلمنا اكتر بقى عن الكواليس وعن كل اللي بيحصل دلوقتي مع نادي الزمالك في البطوله العربيه. يا صباح الفل عليك. صباح الفل يا شيماء، وصباح الفل على كل مستمعينك ومشاهدينك في كل مكان. طيب عايزه اطمن كده منك سريعا على نادي الزمالك وعلى كواليس نادي الزمالك والدنيا عامله ازاي بعد الفرحه الكبيره جدا بالفوز الكبير والغالي باربع اهداف نظيفه امبارح، بدايه موفقه جدا. يمكن تابعنا التصريحات الخاصه باوسوريو امبارح، يعني حسينا ان هو مش عايز يدي ثقه زياده كده للعيبه، ولكن كان واضح جدا في كلامه ان هو يعني ما كانش متوقع النتيجه الكبيره دي، فعايزه بقى اعرف منك بقى الاجواء عامله ازاي هناك. انا متابعت معاك وانت بتقول التصريحات اللي قالها في المؤتمر الصحفي اللي كنا متواجدين فيه بالامس. هو راجل فعلا يعني ما كانش متوقع النتيجه كده، وحتى قالها حرفيا، وانا ما بحبش النتيجه الكبيره دي، انا بحب مثلا افوز، ولو فزت يبقى 2-0 كفايه قوي، لان ممكن النتائج الكبيره دي بتعمل انطباع مش كويس لدى اللعيبه، وده اللي انا لا يعني ده اخشاه. وان هو اتكلم مع اللعيبه حتى لما انا سالته بشكل شخصي عن التغييرات المبكره في الدقيقه 60، انه بيطلع 2 ديفندر وبينزل 2 ديفندر تانيين وبدري كده في الدقيقه 60، هل بسبب انه اطمن للمباراه؟ فقال لي لا، ان اللعيب المصري او اللعيب عموما لما بيلاقي الماتش 2-0 في الشوط الاول والمباراه متسهله عليه، يعني بيدخل جزء من الغرور او جزء من الثقه بالنفس الزياده اللي على الفريق او على اللاعب، فانا حبيت انشط الفريق وان الفريق يكون افضل يعني تركيزه اكتر. الراجل على طول قفل، يعني قفل ملف امبارح على طول. النهارده كان في تمرين الصبح، مفيش يعني مفيش راحه بالنسبه للراجل. اللعيبه الاساسيين اللي شاركوا في مباراه امبارح ادوا تدريبات استشفائيه، اللعيبه اللي ما شاركوش يعني شاركوا في تدريبات وتقسيمه فنيه قويه. خلينا نطمن الجمهور برضو ان ابراهيم النضاي شارك النهارده في تدريبات استشفائيه، لانه هو كان خرج امبارح على نقاله في عربه اسعاف وتوجه للمستشفى، لانه خد الخبطه قويه جدا اسفل العين وكده، وحس بارتجاج وصداع شويه، يعني ارتجاج خفيف كده. فالدكتور محمد اسامه فضل ان هو ما يكملش المباراه، لكن هو النهارده تواجد في تدريبات الفريق بعد ما قعد تحت الملاحظه امبارح وادى تدريبات استشفائيه، وهيكون متواجد بشكل طبيعي مع الزمالك في مباراه الشباب المقبله يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب قول لي كده بالنسبه بقى للبرنامج الخاص بنادي الزمالك النهارده، انت قلت لي ان هم يعني خلاص بالفعل بيادوا التدريب بتاعهم النهارده، بعد بقى التدريب هيعملوا ايه؟ بعد التدريب هترجع الفريق، هيرجع للفندق، هتبقى فيه راحه كامله بنسبه كبيره، هيبقى فيه تدريب في الجيم الخاص بالفندق بالليل مساء يعني، وهيبقى تدريب برضه في نفس الكلام بكره وبعده لحد ميعاد المباراه يوم الاثنين مباراه الشباب. وسوري امبارح بعد المباراه شيما يعني ما روحش مع الفريق، الفريق يعني غادر هو، لكن هو تناه متواجد هو وفريدي المساعد بتاعه وكابتن مدحت عبد الهادي وكابتن احمد مجدي، لانهم قاعدين في الاستاد مدينه الملك فهد الرياضيه بالطائف، تابعوا مباراه النصر والشباب من ارض الملعب عشان تكون يعني بيتابعوا كل حاجة وملاحظاته وكل الملاحظات اللي يدونوها عن نقاط القوة والضعف فريق الشباب اللي هيقابله الزمالك المباراة المقبلة. خليني أقول لك إن الإعلام عموما يعني يعني البطولة مغطاة بشكل كويس جدا، طبعا العربي كله كان يعني سعيد بنتيجة الزمالك امبارح يعني، ومنشبتات من عناوين الزمالك فرج الأشرعة بالأربعة، لأن دي تعتبر أكبر نتيجة حتى الآن في البطولة العربية ونتيجة غير متوقعة، خاصة مع البعض اللي كان دايما بيتكلم ان الزمالك مش في افضل حال، ان الزمالك مفيش العناصر اللي تخليه يقدر ينافس بشكل قوي، ولكن يعني مباراة امبارح كانت بمثابة دفعة معنوية كبيرة، اعتقد هيكون لها تأثير كبير على الزمالك في القادم من مباريات. طيب عايز اسالك برضو عن رد فعل الجهاز الفني لنادي الزمالك اسوري ورفاقه امبارح بعد التعادل اللي كان بيتابعه زي ما قلت لي كده من ارض الملعب للفرق المشاركه معاه في نفس المجموعه امبارح، يعني قول لي كده كان في حاله من التفاؤل، وكمان خليني اسالك برضو يعني هل تابعت كده بشكل شخصي كان في يعني محادثات جانبيه ما بين اسوري وما بين اللعيبه بعد اللقاء وبعد الفوز الكبير جدا اللي قدر يحققه امبارح نادي الزمالك؟ تمام، يعني هنبدا بالجزء الثاني طيب من السؤال اللي هو كان المحادثات بين مستر اسوري واللاعبين. هو مستر اسوري وجه شكر كبير للاعبين، بالذات اللاعبين الكبار على قدموه، بعض اللاعبين اللي كانوا بيتعرضوا لانتقادات طول الفتره الماضيه زي عمر جابر
وزي دونجا وزي حسام عبد المجيد واشاد بيهم ومحمد عبد الغني، وقال لهم ان هم عملوا مباراه كبيره وان هو مستني منهم الاكثر الافضل في الفتره المقبله. اتكلم مع لعيبه زي زيزو وشيكا وزيزو وشيكابالا واحمد فتوح، قال لهم ان ده دورهم ان هم من العناصر الاساسيه والمهمه في الفريق، وان الدور الجاي عليهم اكثر ان هم يشدوا الفريق لقدام، خاصه ان المباراه هتبدا تتصعب في الفتره المقبله. ده بالنسبه لجزء الحديث مع اللاعبين. اما بالنسبه للتعليقات او انطباعات مستر فيكتوريو على الماتش، يعني اقدر اقوله لك من الجزء اللي انت قلتيه في المؤتمر في اخر سطر خالص في المؤتمر وهو بيختم، قال لك هي مجموعه صعبه ولن نكون منافس سهل ولن نكون فريق سهل لاي فريق بيقابلنا. اكيد هو الراجل مش بيركز يعني ايه في حته دول اللي تعادلوا او ده الخسر، انا باخد كل مباراه على حده. هو شايف ان مباراه الشباب من اصعب مباريات المجموعه بالمناسبه. النصر في كريستيانو، في تاليسكا، في اسماء كبيره جدا جدا، ولكن شايف ان العناصر اللي موجوده في الشباب كمان اكثر انسجاما من بنينجا ولاعيبه كثيره مؤثره، فالمباراه بالنسبه للزمالك لن تكون سهله خاصه مع تعادل الشباب. فيعني اعتقد مباراه الزمالك والشباب بنسبه 70 80% هتحدد شكل مجموعه الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري، الدنيا هتمشي منين. نتمنى باذن الله ان الزمالك يكون من نصيبه الفوز ويضمن التاهل بشكل رسمي ان شاء الله في مباراه يوم الاثنين المقبل ان شاء الله. يعني اكيد هو ده اللي كلنا بنتمناه لنادي الزمالك ممثل الكره المصريه في البطوله العربيه. اخيرا كده خليني اسالك عن اللعيبه اللي مش موجودين في البطوله، زي مثلا الونش اللي شفناه ان هو كان حريص جدا ان هو يكون موجود في المدرجات عشان يساند زمايله. يعني كلمني كده عن دور الونش وكمان وجود عبد الشافي مع الفريق. بالظبط اوباما مش الونش لوحده اللي موجود، في عبد الشافي كمان وصل امبارح بالليل للفندق. الونش وصل جاي، الونش طبعا زي ما الناس متابعه وعارفه الونش موجود في الامارات عشان بيأدي البرنامج التأهيلي بتاعه. فهو جه من الامارات على السعوديه امبارح الصبح، ادى فريضه العمره وجاي دخل على فندق الفريق على طول، وكان ليه حتى جلسه مع زمايله في الفريق كلهم، وتحديدا زمايله المدافعين الدناري ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد والمسلوسي، وكان في كلام كتير. ويمكن حتى احنا شفنا لقطه امبارح، لقطه ان بعد سيد مرمى احرز الهدف الثالث راح بسرعه لاوباما وراح للونش، اللقطه اللي هو خد بسببها انذار لانه خرج بره الملعب. ده بسبب ان الثنائي هم اللي توقعوا لسيد نيمار ان هو يحرز هدف في مباراه اتحاد المنستيري رغم انه كان على دكه البدلاء، فاللاعب راح لهم هناهم. والونش بيحظى شيما بحاله حب كبيره جدا، مش من جانب جمهور الزمالك بس، لا من جانب لعيبه الزمالك وصفه كبيره ان هو احد كباتن الفريق واحد العناصر الثقل في الفريق. محمد عبد الشافي طبعا يعني كل ما تشاء ولا حرج، يعني عبد الشافي قيمه كبيره جدا لنادي الزمالك، قيمه كبيره لجمهور الزمالك، لاعب مصاب بقاله 4 أو 5 شهور يعني بنسبه 99.9 وعبد الشافي قرر تعليق الحذاء في نهايه الموسم خلاص، وان ده الموسم الاخير مع الزمالك. ولكن بالرغم من كده يتوجه للسعوديه عشان يدعم الفريق ويدعم زمايله في المباراه طبعا في المباراه المقبله. فيعني الروح البص خلينا نتفق شيما، الزمالك كان غايب عنه فترات كتيره الروح دي، فالروح دي لما تتواجد في اي بطوله خلينا بنقول ان هي بتدي 50 60% من قوتك في اي مباراه، وال 40% بقى بتتوقف على العامل النفسي، على العامل الفني، على الخطط، على أكيد. على كتيره. لكن الروح بالنسبه لنا احنا كلاعيبه مصريين كتير. كلاعيبه مصريين كتير، انت عارفه ان احنا بنتاثر قوي بالحته دي وبتدينا دافع كبير كلاعيبه مصريين. صحيح. شكرا جزيلا استاذ محمد مطاوع الصحفي المرافق لبعثة نادي الزمالك المتواجدة حاليا في السعودية، واكيد كل التوفيق بنتمناه لفريق نادي الزمالك ممثل الكرة المصرية في البطولة العربية.